مساء الخير على كل جماهير الاهلي وكل جماهير المصريه، مساء الخير على اعضاء النادي الاهلي، مساء الخير على كل لاعبين الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. كل سنه وكل حضراتكم جميعا طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. فقره الالعاب الاخرى بتشوف استعدادات كل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي عن الموسم الجديد، استعدادات جاده، استعدادات شاقه، كل اللاعبين يعني بيموتوا في التدريبات علشان خاطر يطلعوا النادي الاهلي في المراكز الاولى اللي هم دايما معودين عليها. هنبدا فقره الاخبار باخبار لكره اليد بالنادي الاهلي. فريق كره اليد بالنادي الاهلي بيستعد للسفر للشارقه خلاص بعد العيد مباشره، ودي اول مرحله اعداد لمراحل اعداد عن بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه المقامه في ساحل العاج. البطوله اللي جايه في الامارات من يوم 29 اغسطس ل 5 سبتمبر بيشارك فيها فرق كتيره، من بيشارك فيها النجم الساحلي، بيشارك فيها نادي سموحه المصري، بيشارك فيها انديه من الامارات. اعتقد ان كابتن عاصم حماد قال ان البطوله دي بالنسبه له مهمه، وهي اول فتره الاعداد او دي المرحله الاساسيه في فتره الاعداد للعب المباريات الوديه مع المدارس المختلفه في بطوله الشارقه الدوليه. هنستمر مع كرة اليد واللاعب التونسي المحترف الجديد يوسف معرف، لاعب مكارم المهدية السابق، وهو لاعب الآن بالنادي الأهلي المصري. اللعيب بدأ ينتظم، راح أجازة بعد ما مضى العقد في النادي الأهلي، راح أجازة لتونس يخلص بعض الحاجات الخاصة بيه ويسلم على الأهل ويسلم على الأسرة ويرجع ينضم إلى فريق النادي الأهلي لكرة اليد عشان استعداده للموسم الجديد. بدأ تدريبات، اللعيب هيسافر ان شاء الله معاهم لدورة الامارات البطولة اللي جاية من يوم 29 اغسطس ل 5 سبتمبر. في وسط الفريق اللعيب انا شفته في الملعب شخصيا، في وسط الفريق اللعيب بدأ يتجانس، لعيب محتضناه جامد جدا، هو ده النادي الاهلي وهو ده واسلوب لعيبه النادي الاهلي ان هو يحتضنوا كل الوافدين الجدد من الخارج. النادي الاهلي بياخد مباريات تجريبيه، كان امبارح عنده الطيران، النهارده كان بيلعب نادي الزهور، في اطار اللي هو بيستعد للموسم الجديد. اعتقد ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق في الموسم الجديد، اتمنى ليه تحقيق كل بطولات في الموسم الجديد. هنسيب كره اليد ونروح لكره السله وكابتن طارق خيري ولاعيبه النادي الاهلي واستعدادات، ودي الفتره الاولى في استعدادات فريق كره السله بالنادي الاهلي. عندهم مراحل كتيره بياخدوها، بياخدوا صاله جيم، بيتمرنوا في تراك ملعب التتش. طارق خيري بيستعد خلاص لخوض المباريات الوديه، ويعتبر دي المرحله الثانيه ليه باذن الله بعد العوده من عيد الاضحى، هيبتدي يخوض المباريات الوديه استعدادا برضو للبطوله العربيه والبطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام ودوري المرتبط. نسيب الالعاب الجماعيه ونروح لالعاب المضرب وشريف ابو حباجه والفوز ببطوله الجمهوريه. ما شاء الله شريف ابو حباجه نجم كبير عندنا في النادي الاهلي، فاز ببطوله الجمهوريه على محمود عزت برضه من النادي الاهلي، فاز عليه بمجموعتين 2-0 6-4 و6-2. كان شريف ابو حباجه فاز على محمد عفوا محمود عزت فاز على محمد سيد برضه لاعب النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، وشريف ابو حباجه فاز على بلال ابراهيم برضو لاعب نادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي اربع مراكز الاولى في بطوله الجمهوريه. البنات ميار شريف بتفوز على دانا ابو حباجه اخت شريف في المباراه النهائيه برضو مجموعتين 6-1 و6-0. فريق سيدات الاهلي، نرجع نسيب الالعاب المضرب وهنروح لفريق سيدات الاهلي لكره اليد واستعداداتهم الشاقه والجاده لموسم ان شاء الله البطوله العربيه عندهم شهر 10 خلاص، هتقام في الاسكندريه في نادي سبورتنج، هو يستعدوا ليها استعدادات، بطوله مهمه بالنسبه لهم. كابتن ياسر صلاح لما كنت بتكلم معاه كان بيقول ان بطوله مهمه جدا جدا، ظهروا بمظهر مشرف في البطوله الافريقيه اللي فاتت وعايزين يكملوا هذا المظهر ويبتدي يعلو منصات التتويج. هنخرج لتقرير مع كابتن ياسر صلاح وتقرير عن سيدات اليد، وهنرجع نستقبل ضيفنا الكبير والمنتقل حديثا والوافد الجديد لكتيبه النادي الاهلي في كره السله كابتن حاتم البحيري. نطلع تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه.
احنا بادئين بقالنا حوالي شهرين. المفروض ان احنا هنبتدي السيزون بتاعنا 20/9 اول حاجه في ماتشات اللي هي بطوله الجمهوريه، وعندنا بطوله عربيه في سبورتنج 15/10، والحمد لله في النادي في مجلس الاداره وافقنا ان احنا نشترك فيها، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونعمل فيه حاجه كويسه. احنا دايما متعودين احنا بنبتدي بدري لان احنا بيبقى عندنا السيزون بيبقى طويل، والحمد لله هو ده اللي بيخلينا نكمل لغايه الاخر، لان احنا عندنا السنه دي عندنا 4 بطولات، عندنا دوري وعندنا كاس وسوبر ومنطقه، الى جانب طبعا البطوله العربيه دي هنلعبها خلاص. في بطوله افريقيا في شهر 4 دي ابطال الكؤوس، بس احنا لسه طبعا على حسب برضو هتبقى ميعادها امتى. فاحنا بنستعد من بدري عشان خاطر يعني نقدر ان احنا نكمل لغايه الاخر على نفس المستوى. احنا بدأنا يمكن آخر 6، احنا الفرقة الوحيدة تقريبا في مصر اللي بتبدأ بدري بالشكل ده. بدأنا فترة قوية، فترة إعداد، مدرجات، نتس اند بولز، حاجات كده يعني، وإن شاء الله ربنا يوفقنا. يعني احنا فترة إعدادنا هتفضل مستمرة لحد قبل يمكن الدوري بأسبوع مثلا. الدوري هيبدأ على شكل خميس وسبت عشان الفرق يمكن زادت السنه دي 6 فرق زياده، فهنبدا خميس وسبت وبعد كده سبت بس، وان شاء الله نعمل زي ما بنعمل كل سنه وناخد بطولاتنا كلها ان شاء الله. احنا عاملين فترة اعداد قوية جدا، تقريبا ما فيش نادي في مصر بيعملها. كل يوم تقريبا تراك، مدرجات، بنعمل كل حاجة، ولسه هنروح الجبل برضو. يعني في فترة اعداد قوية جدا على اعلى مستوى. طبعا احنا البطولة العربية هي اهم هدف احنا باصين له دلوقتي. هنبدأ الدوري يوم 20/9، واخدين اول كام ماتش هما حاجة تدريبية او تدريجية للبطولة العربية. طبعا احنا مش باصين غير على المركز الاول في البطولة العربية، يعني ما مش بنلعب على اي حاجة تانية، هو مركز اول ان شاء الله يعني، وهتفرق معانا بقيه السيزون. يعني ان انت تبقى اول عرب دي حاجه تفرق طبعا، خلاص ما فيش حد في المحلي هيفكر فيك او هيفكر ان هو ينافسك اصلا، كل فرقه هتيجي تلعب وهي مستسلمه خلاص يعني. بس فان شاء الله خير يعني، ان شاء الله.